اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. من ساحة سيدي سعيد عمران الدح نحيا وإياكم مع العالم الجليل فضيلة الدكتور أحمد البصيلي الأستاذ بجامعة الأزهر. لا تسألن بني آدم حاجة وثل الذي أبوابه لا تحجب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل. فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكن الإنسان خلق من عجل. صليت على حضرة النبي. قال سيدي ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وعلوم أئمتنا في الدارين آمين، قال التاسع يعني الأدب التاسع ترك الحلف والإطراء لسلعته، وقد جاء في ذلك الوعيد الشديد، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. وورد حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم ورجل حلف يمينا كاذبة بعد العصر. طب ايش معنى بعد العصر؟ قال لك ما هو اللي بيحلف في شوف، إذا كان العارفون يقولون أن أفضل الاستغفار في خواتيم الليل وخواتيم النهار، فإن أعظم المعاصي ما كانت في الختام. مش احنا بنقول إنما الأعمال، ده كلام النبي اللهم صل على إنما الأعمال بالخواتيم. طب واحد ختم يومه بيمين غموس، طبعا وحضراتكم عارفين لماذا سمي باليمين الغموس، لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم. واليمين الغموس ما صورته؟ أن تحلف على شيء قد مضى كذبا، مش شيء في المستقبل. لو شيء في المستقبل ده بنسميه ايه؟ اليمين المنعقدة. تقول والله أنا هعمل كذا، والله لازم أجي لك إن شاء الله، والله لازم أسدد الدين اللي علي في معاده. شيء جاي وما عملتوش، اسمك ايه هنا؟ حنثت في يمين المنعقدة، وديت محل الكفارة. طب واحد بقى ايه واخد على الحلفان عمال على بطال، فبيحلف كتير، ده بنسميه اليمين الايه؟ اللغو. واذا كثر فهو منهي عنه، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لكن لو وقع منك يمين كده ما انتش واخد بالك منه، اقول لك ايه تعال اتغدى معايا، تقول لي والله يا مولانا لسه متغدي وانا جاي، وانت يعني بقالك يومين على لحم بطنك. ده اسمه يمين ايه؟ لغو. يمين ايه؟ لغو. يعني مش هيتاخد على كلامك في اليمين ده. لكن لو ايه، لو انت عقدت النية على شيء في المستقبل وحنثت في، يعني ما عملتش اللي انت حلفت عليه، ده اسمه يمين ايه؟ منعقدة. وده اللي فيه الكفارة، اللي هو فكفارته لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. لا طب ما فيش، بس صوم 3 ايام. طب اليمين الغموس بتحلف على شيء قد مضى، وانت تحلف ايه؟ كذبا. اقول لك قلت كذا، تقول لي والله ما قلت، وانت قلت اصلا. تقول له والله يا مولانا البدله اللي انا عايز ابيعها لك دي، ده بدله سينيه، بدله براند، ده انت عارف جايه منين؟ والله يا مولانا لو تعرف جايه منين، ده انت مش هتسيبها ابدا ولو بكنوز الاولين والاخرين، ده جايه من الفردوس الاعلى ومعديه على جنه المأوى وعدت انغمست في انهار جنات عدن، وتحلف، واخد بالك؟ ده اسمه يمين ايه؟ غموس. ولذلك يبعث التجار يوم القيامه فجارا إلا
من بر وصدى. ولذلك مرة سيدنا الحسن البصري كان رايح يحج، فعدى في مكة كده على واحد عايز يشتري إحرامه، فعدى على حد من التجار فبيقول له الإحرام ده بكام؟ أحد الراجل قعد يحلف 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 فمرضاش يشتري منه. قال له ده أنت فلوسك حرام وبضاعتك ما فيهاش بركة، أنا أروح أحج بإحرام فيه شبهة؟ مرضاش يشتري منه وسابه ومشي. في الحجة اللي بعد كده بقى معدي على نفس الشارع، دخل على نفس التاجر فلقاه مسكين كده ومنور وهادي والدنيا تحت رجليه، مش هقولك الدنيا في يده، لا تحت رجليه، يبيع زي ما يبيعش والدنيا حلوة قوي معاه. قال له الإحرام ده أنا هشتريه منك؟ قال له والله إن عجبك اشتري، ما عجبكش في عندي غيري أحسن منه. قال له مالك، ما الذي بدل حالك؟ ألست الذي كنت تحلف؟ قال نعم، لقد رزقني الله بامرأة سوء. ما هو حضرة النبي اللهم صل عليه كان من ضمن الأشياء التي يستعيذ منها، وده النبي وده حضرة النبي اللهم صل عليه، كان يستعيذ بالله من زوجة يقول اللهم إني أعوذ بك إيه من جار السوء ومركب السوء ومن زوجة تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا. ده سيدنا النبي اللهم صل عليه. فقال له والله ده كانت عندي أنا كنت متجوز واحدة شؤم، فإذا أتيتها بقليل نذرته. قالت له غايب غيبتك وجايب خيبتك. يعني نذرته؟ يعني قالت له غايب غيبتك وجاي إيه وجايب خيبتك، ده معنى كلمة نذرته بالبلدي. وإذا أتيتها بكثير قللته، هو ده يا حالتها اللي انت جاي بيه بعد مش عارف ايه والولاد عايزين والمصاريف والكلام ده. فنظر الله إلي، ده هو اللي بيقول مش أنا يعني، فنظر الله إلي نظرة عطف فقبضها فأخلفني الله بدلا منها زوجة صالحة. إذا أتيتها بقليل كثرته، وإذا لم آتها بشيء أعانتني بمغزلها. قالت لي أنا والزمن معاك مش أنا والزمن عليك، يعني أنا معاك على الزمن مش أنا مع الزمن عليك. فالشاهد بقى لما تسمع حضرة النبي اللهم صل عليه يقول لك ورجل حلف يمينا كاذبة بعد العصر، ودي نستفيد منها درس في الطريق إلى الله. لما تكون أو البعيد يعني يكون طول النهار متدهول وبعيد عن ربنا وفي المعاصي، يلحق نفسه في آخر ساعة من النهار ويختم يومه بعمل صالح. وفي الحديث الصحيح حضرة النبي اللهم صل عليه يقول من بدأ يومه بعمل صالح وختمه بعمل صالح أوحى الله إلى ملائكته يا ملائكتي لا تكتبوا سيئات عبدي بين هذا وذاك. لأنك أنت وقل رب أدخلني، أنت دخلت صح في اليوم وأخرجني مخرج صدق، يعني دخلت من الباب الصح وخرجت من الباب الصح، بس أنت جوه قعدت تلغوص. الله يمحو لك هذه الذنوب وهذه الخطايا لأنك بدأت ببدء صالح وختمت بختام صالح. لا تكتبوا سيئات عبدي بين هذا وذاك. وده يعلمنا درس تاني، لما تكون في مجلس من المجالس وطول ما انت في المجلس، في مجلس البردة، في مجلس الأوراد، في مجلس العلم، طول ما انت في المجلس منشغل بالتليفون، منشغل بالأفكار في دماغك، الدنيا قاعدة تاخدك وتجيبك، خليك ذكي بقى في ختام المجلس ركز واختم المجلس صح. حتى لو ما بدأتوش صح اختمه صح، إنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك حضرة النبي اللهم صل عليه يقول إن الله إذا أحب عبدا عسله، قالوا وما عسله، وفي رواية استعمله، قالوا وما استعمله، يعني ايه استعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل ان يموت ثم يقبضه عليه. فده نتعلم منه في الطريق، ان حضرتك وحتى وانت بتقول الورد مع نفسك حتى في البيت، فانت طول ما انت بتقول الورد قاعد تتاوب والنوم يخبطك شوية لدرجة ان السبحة تقع من ايدك تاخدها تاني وتكمل الورد، واخد بالك؟ خلاص بقى انت بتاخد في اخر 100 من الورد بتاعك مثلا، تعمل ايه؟ تركز بقى في الختام،
يبقى ليه؟ إنما الأعمال بالخواتيم. يبقى لما تكون مش مركز في المجلس ركز في الختام، مش مركز طول الورد ركز في آخر شوية في الورد، قعدت تغلط طول النهار ركز في آخر ساعة من النهار وفي آخر ساعة من الليل. ولذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه قال ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة، لأن ده وقت شريف، هذا وقت الختام. يا سلام، وده درس والله، ده باب من أبواب الرحمة، ده باب من أبواب الرحمة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وده بقى النذير الذي أنذرنا منه رسول الله اللهم صل عليه، ورجل حلف يمينا كاذبة بعد العصر. لماذا بعد العصر؟ عشان الرجل ده مش موفق، لأنه ختم يومه بمعصية. ولذلك حتى الحجاج ابن، هو الحجاج ابن يوسف كان مسرفا في الدماء، تخيل كان قتل قتلة، لكن ما كانش يكذب أبدا، يكذب أبدا، وما كانش يحلف على حاجة إلا ولازم يعملها. ولدرجة إن هو كان مهووس بالصدق، لدرجة إن هو لو حلف على حاجة غلط كان يعملها، مع إن ده مخالف شرعا. حضرة النبي اللهم صل عليه يقول من حلف على يمين وراء غيرها أفضل منها فليأتي التي هي أفضل وليكفر عن يمينه. ده كلام النبي اللهم صل عليه. الحجاج ابن يوسف من كتر يعني كرهه للكذب كان لو حلف على حاجة غلط يعمل الغلط بس ما يرجعش في كلامه. ولذلك لما حد بيوصفه كان أظن سيدنا عمر بن عبد العزيز، فبيقول له بما تراني يا عمر؟ قال إنك لدود غشوم ظلوم كذوب. قال ويحك، إن عتني بكل الصفات إلا الكذب. أنا غشوم أيوة، ظلوم أيوة، لدود أيوة لدود، حقود أيوة حقود. وصفه بخمس صفات: لدود، حقود، غشوم، ظلوم، أيوة كذوب، الخمسة كذوب. قال له أنا في الأربعة لكن كذوب لا، أنا مش كذوب. ورغم أنه هو كان مسرف في الدماء قال لك لكن كانت فيه ثلاث صفات في غاية الجمال. الصفة الأولى قال لك كان لا يأكل وحده، كانش يقعد على السفرة لوحده أبدا، كان ينادي أي حد ولو من الخدم ولو من الحرس يقول تعالى كل معايا، كان لا يأكل وحده. رقم اثنين، كان يحفظ القرآن حفظا خياليا، لدرجة احنا أصعب حاجة علينا في القرآن ايه؟ لما أقول لك آية وأقول لك هات اللي قبلها، لو قلت لك آية وأقول لك كمل، يعني لو جبت سؤال في الامتحان كده إن شاء الله في آخر السنة، لا بلاش في الشفوي، كده كده في الشفوي بنعملها، لكن في التحريري لما أقول لك أكمل ما يأتي أو أكمل هذه الآية واكتب بعدها آيتين، كلكم بتجاوبوا السؤال. طب لو قلت لكم أكمل هذه الآية واكتب قبلها آيتين، دي صعبة شوية، وما حدش يجيبها غير الإيه اللي هو المتقن. فكان الحجاج حافظ القرآن بهذه الدرجة، فكان كل ما يقابل حد يقول له انت حافظ القرآن؟ يقول له ايوه، فيجيب له آية يقول له صراط الذين أنعمت عليهم، ايه الآية اللي قبلها؟ يقول له اهدنا الصراط المستقيم. يقول له ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، ايه الآية اللي قبلها؟ يقول له أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قل له آمن الرسول بما أنزل إليه من رب، ايه الآية اللي قبلها؟ لله ما في السماوات وما في الأرض. ما اجيب لكم آيات سهلة اهو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ايه الآية اللي قبلها؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه من الجنة والناس، ايه الآية اللي قبلها؟ الذي يوسوس في صدور الناس. سكت ليه؟ ده سورة الناس. ولم يكن له كفوا أحد، ايه الآية اللي قبلها؟ ولم يولد، لا ولم يو... ايه الآية اللي لم يلد؟ دي آية، ولم يولد دي آية. فكرتني بالولد اللي كان بيقول للشيخ، الشيخ بيقول انت اسمك ايه يا ابني؟ قال له انا اخر اسم في سورة البروج. قال له مرحبا يا لوح. قال له لا مولانا اخر اسم اللي هو محفوظ. قال له لا يا حبيبي، محفوظ دي صفة، انما دي محفوظ دي صفة للوح. فهمت يا لوح؟ قال له فهمت يا مولانا. واخد بالك؟ فما تتزكاش على المشايخ، الله ما تقول لي اسم محفوظ وخلاص، لكن لازم يتفزلك على الشيخ. اسمي اخر اسم سورة البروج. قال له حصلت البركة يا لوح. قال له لا محفوظ. قال له ده محفوظ دي الصفة للوح. فهمت يا لوح؟ قال له فهمت يا مولانا. فمر الحجاج قابل واحد قال له حافظ القرآن؟ قال له حافظه زي اسمي.
قال له طب قول لي الآية اللي قبل قوله تعالى ها أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما في سورة الزمر. قال قبلها أيها الأمير قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال والله ما أسأل هذا السؤال لأحد أبدا. خلاص من يوميها بقى تاب، وأنا بقى عمري ما أسأل السؤال ده لا في شفعوي ولا في تحريري، ولذلك أنا عمري ما سألت السؤال ده، لحسن نقع في الفخ اللي وقع فيه الحجاج. ثالث ميزة للحجاج أنه كان شديد الولاء لقائده، كان يعمل أي حاجة في سبيل أنه هو إيه لا يخون ولا يغدر الحجاج، رغم أنه كان متوسعا في الدماء. وده الحجاج بنقول أنه هو كان بيكره الكذب، ما كانش بيكذب أبدا. الحجاج ابن يوسف الثقفي، الحجاج ده في كتاب اسمه الحجاج المفترى عليه. الحجاج دخل موسوعة التاريخ من أوسع الأبواب، أن أنه أكتر حاكم في تاريخ البشر حدثت في عهده فتوحات، ما فيش مالوش أخ في الموضوع ده، انتوا متخيلين؟ يعني مالوش زي، من عند سيدنا آدم مش من عند سيدنا النبي اللهم صل عليه. ولا تقول لي مين موحد القطرين، ولا هو الحاكم الذي دخل هذه الموسوعة التاريخية، إن هو أكتر واحد حدثت على يديه فتوحات. وخدوا بال حضراتكم، والله أنا ليه كلمة أقوله، إحنا مش بنقول إن سيدنا عمر بن عبد العزيز، مع إنه كان أموي، وعبد العزيز ده اللي هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم إحنا عارفينه والأحاديث التي وردت فيه. وعبد العزيز بن مروان ده أخو عبد الملك بن مروان، أخو عبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز ولي الحكم وهو أموي، لكن احنا بنلقبه بسادس الخلفاء الراشدين، مش بخامس، عيب. الخامس مين؟ سيدنا الحسن عليه السلام، بنلقبه بالسادس، سادس الخلفاء الراشدين. عارفين ليه؟ لأنه كان آية وأعجوبة في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، لدرجة لأول مرة في تاريخ الاجتماع البشري نرى أن قاموس العدالة الاجتماعية يدخل إلى عالم الحيوان ولا يكتفي بعالم الإنسان بس، لدرجة أن سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول لهم الله وزعتوا التموين، يقول له وزعنا التموين، في حد محتاج؟ يقول له أبدا. وشوف كانت الدولة، رقعة الدولة الإسلامية كانت شاسعة واسعة، يقول لهم ما فيش ولا واحد فقير، يقول ولا واحد فقير يا مولانا. فقال لهم انثروا القمح على قمم الجبال، عيب أن يقال جاع طير في بلاد المسلمين. كان عجيب. ومع ذلك أنا لي كلمة أقولها، والله لولا البلاء الذي ابتليت به الأمة من الحجاج بن يوسف ما استتب الأمر لعمر بن عبد العزيز بعد ذلك، لأن الحجاج بن يوسف وأد فتنا كقطع الليل المظلم، الأشعاث والخوارج وكان يقاتل مع المهلب ابن أبي صفرة ومش عارف إيه، وكانت كان في كذا حد كده يقال له يا أمير المؤمنين، عبد الملك بن مروان يقال له يا أمير المؤمنين في الشام، عبد الله بن الزبير يقال له يا أمير المؤمنين في مكة، مصعب بن الزبير يقال له يا أمير المؤمنين في البصرة، والأشعث هنا وفتنة الخوارج هنا، وكان في فتن كتير جدا. الحجاج أي نعم كان مسرفا في الدماء، وكان قتل قتلة، وكان ظالم وظلم أسيادنا آل البيت، وإحنا عارفين المناظرة التي دارت ما بين السيدة سكينة بنت سيدنا الحسين وما بين الحجاج بن يوسف، وبصراحة السيدة سكينة أفحمته هو عبد الملك بن مروان. لكن من باب إحقاق الحق نقول إن الحجاج بن يوسف كان إداري ناجح جدا، كان قيادي ممتاز، كان شديد الولاء لقائده ولرئيسه في العمل بمفهوم العصر، وأدى الفتن كلها التي كانت تحدق خطرا بالدولة الإسلامية آنذاك، وارتكب في سبيل ذلك مصائب وجرائم، لدرجة كان يقول لهم كده في المسجد، والله يقول لهم ولو أمرت أحدا أن يخرج من هذا الباب فخرج من الباب الذي يليه لحل لي دمه. وفعلا لما راح للعراق قال لهم إيه، إن أمير المؤمنين قد قلدني سيفين، سيف الرحمة وقد ضللته في الطريق، وقع مني وأنا جاي، وسيف العذاب وها هو، وأشهر الإيه السيف في وجوههم. وأهل العراق يا معدن الشقاق يا مورد النفاق، وقعد بقى إيه، إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني إيه وإني لصاحبها، وقعد بقى يوعدهم. فهو خارج من المؤتمر ده، مؤتمر تقليد الحكم،
واحد بيقول له خد ابني مكاني في الحرب وانا شيخ عجوز وبعدين انا متنازل عن حقي في المال، قال له لا حاجة لنا فيك، ابنك خير منك. وبعدين قام الحرس بتاع الحجاج قال له يا مولان، قال له أيوه. قال ايها الامير ان هذا كان في حادثة قتل الشيخ يوم الدار، ده كان مشترك في فتنة سيدنا عثمان، ده كان من ضمن الناس اللي قتلوا سيدنا عثمان على طول. قال اضربوا عنقه، كان لسه اول ساعة في العراق، على طول اضربوا عنقه. تواخد بالك، فكان متوسع جدا في الدماء. سيدنا انس عمر بعد انتقال رسول الله ببركة دعوة رسول الله له. فالحجاج تطاول عليه برضه بسبب السياسة، وانت بيقول انت كنت مع المعارضة، ويحك يوم لك مع ابن الاشعث، ويوم لك مع المهلب، ويوم لك مش عارف ايه، هو انت كل بتاكل على كل الموائد. فبيقول له والله لو ان اهل الكتاب رأوا خادما كان يخدم نبيهم ما تركوه يمشي على الارض ولا حملوه على اكتافهم تعظيما له، وانا خدام النبي تقوم تعمل فيا كده، والله لأرسلن الى من شيعك، اللي هو الى عبد الملك بن مروان. فارسل يكتب لعبد الملك بن مروان قال له حصل كذا 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 كذا. فعبد الملك بن مروان بعت للحجاج بن يوسف خطاب طويل كده، انا حافظه بس بلاش عشان اوفر الوقت، بهدله قال له في الاخر كده، قال له اذا وصلك كتابي هذا فاذهب بنفسك الى انس، فاذهب بنفسك الى انس بن مالك، ما تقولوش تعالى، روح له انت بنفسك وقبل على راسه وأجزل له العطاء ولا تخرج من عنده حتى يسامحك. والحجاج نفذ الأمر وراح لأنس بن مالك. فبيقولوا لأنس بن مالك بيقولوا إيه سر إن ربنا يطوع لك الحجاج بجبروته وعبد الملك بن مروان ويبعت الحجاج لحد بيتك؟ قال لهم والله أنا في دعاء كده ما بسيبوش أبدا، ايه اللي هو ايه يا مولانا؟ قال لك ايه، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة الا بالله، بسم الله افتتحت وبالله اختتمت وعلى الله توكلت لا قوة الا بالله، اللي هو اول ايه مقطوعة بتلاقوها في الحصون المنيعة وبتلاقوها في الحفيظة النبوية لسيد احمد ابن ادريس، بتلاقوها في التحصين الصغير، واخد بالك؟ ومرة قابل واحد من الحكماء فبيقول له صف لي العيش، يعني الحياة الكريمة من وجهة نظرك، لخصها لي كده في كلمة. قال الأمان، فإني رأيت الخائف لا يلذ عيشا. وفعلا من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال زدني. قال العافية، فإني رأيت العليل لا يلذ عيشا. واحد عنده كنوز الاولين وشفناها مره وانا طالب، كنا قاعدين عند والمهم يعني قدام المدينه الجامعيه كده، فواد من الزملاء الله يمسيه بالخير عدت علينا عربيه كده فاريها كده، فالواد هو ايه بصوت عالي بيقول شوف ادي الناس اللي عايشه ولا بلاش، لقيت الراجل فارمل قلت بس هيهرسنا بالعربيه ده ولا ايه، قام راجع لورا قال له يا ابني، قال له ايوه، قال له سندوتش الطعميه اللي في يدك ده نفسي اكله والله بقالي 20 سنه مش عارف، انا محروم من الطعميه اللي في يدك، نفسي اكل زي الناس مش عارف، الفلوس دي اعمل بقى ايه؟ العربيه دي شويه حديد على شويه بلاستيك على اربع فرد كاوتش، اعمل مش عارف اكل يا ابني، مش عارف بنام بالمنومات يا ابني. وقام سايبنا وماشي، قلت له شوف ياما تحت السواهي دواهي، من بره رخام ومن جواه سخام، واخد بالك؟ قال العافيه، فاني رايت العليل لا يلذ عيشا. قال زدني. قال الشباب. الواحد لما يتقدم به السن بقى وامراض الشيخوخه والكلام ده ويضعف بصره وحدودب ظهره والاثنين بقوا ثلاثه بالعكاز والبعيد بقوا قريب عشان نظره ما بقاش بيشوف البعيد. فاني رايت الشيخ، مش الشيخ اللي هو الازهري يعني، لا الشيخ اللي هو الطاعن في السن، لا يلذ عيشا. قال زدني. قال لا مزيد على ذلك ايها الامير، عايز ايه تاني؟ عندك الامن والصحه وانت شباب، وقلما يجتمعنا في شخص الثلاثه دول، عندك اللي هو معاك فلوس كتير وفي نفس الوقت انت امن وشباب وعندك الصحه.
فديت بتبقى يعني عزيزة شوي. المهم العاشر قال: كف لسانه عن الغيبة والنميمة وليذكر قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وليعلم أن السامع للغيبة أحد المغتابين، فإن اغتيب أحد بحضرته فلينكر عليه، فإن لم يسمع منه فليقم. ولا يمنعه الحياء من الخلق من القيام بحق الملك الحق، ولا يمنعه الحياء من الخلق من القيام بحق الملك الحق، فالله أولى أن يستحي منه، فالله أولى أن يستحي منه. وأن يرضي الله ورسوله أحق من أن يرضي الناس، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الغيبة أشد من 36 زنية في الإسلام. والحديث ده للأسف بحثت عنه لقيته صحيح للأسف، فقعدت أفكر قلت إيه ده الغيبة جرمها؟ ما هو خد بالك الأعمال اللي احنا بنعملها سواء كانت خيرة أو شريرة لها مجسمات في عالم المثال وفي عالم الخيال. في عالم الخيال زي الرؤى اللي احنا بنشوفها. مع واحد مرة راح لسيدنا محمد بن سيرين بيقول: أنا راح أخطب واحدة يا مولانا، فاستخرت نمت وجدتها سوداء قصيرة، قال: اذهب فتزوجها فإن سوادها كثرة مالها وإن قصرها قصر أجلها. فالمهم يعني ده دليل على إن الأعمال لها صورة مجسمة، لها مجسمات، لها صورة، لها صورة. ولذلك حضرة النبي اللهم صل عليه يقول لك: يأتي القرآن يوم القيامة على أنه شخص شاحب. يعني شاحب يعني شخص كده وش أصفر، تقول له انت مين؟ يقول لك: انا القرآن الذي اظمأتك نهارك واسهرتك ليلك، جئت اترافع عنك اليوم، ودافع عنك اليوم، احاج عنك اليوم. تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان او غمامتان سحابة تحاجان عن صاحبهما. مش ده حديث النبي اللهم صل عليه؟ كأنهما الزهراوين اللي هما البقرة وآل عمران. وسيد ابن حضير لما قرأ سورة الكهف في المربد ورأى الظلة وفيها السرج وله فرس مربوط بشطنين، وقعد يتحرك حركة عجيبة غريبة غير معتادة، فلما راح للنبي اللهم صل عليه بيقول له: أنا خشيت أن تطأ هذه الفرس ولدي يحيى، كان نايم بالقرب منها في المربد المكان الذي يخزن فيه التمر، فكنت بقرأ الكهف يا حضرة النبي. قال: تلك الملائكة الظلة اللي انت شفتها دي وفيها القناديل، تلك الملائكة تنزلت لاستماع قراءتك، ولو ظللت تقرأ لرآها الناس في الصباح ما تتوارى منه. فالأعمال لها مجسمات. ولذلك حضرة النبي اللهم صل عليه في ليلة الإسراء والمعراج كان يرى هذه المجسمات، يرى أناسا تقرض شفاههم بمقارض من حديد أو بمقاريض من حديد. من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ يقول: دول خطباء الفتنة من أمتك. يرى أناسا تقطع ألسنتهم، فمن هؤلاء؟ يقول لك: دولة المغتابون. يرى أناس أمامهم لحم طيب جميل ويتركونه ويأكلون اللحم الخبيث النتن، من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ يقول: دولة الناس تكون للواحد منهم تكون للواحد منهم الزوجة في الحلال فيتركها إلى الحرام، والواحدة يكون لها زوجها في الحلال فتتركه إلى الحرام. فاللي عينهم زيغة دول في الآخرة، دول زوغان العين ده في الحرام، له صورة مجسمة في عالم المثال نشوفها في الآخرة، وله صورة في عالم الخيال تشوفها وانت نايم. يبقى الرؤى ديت في عالم الايه؟ الخيال. اللي هناك في الآخر ده عالم الايه؟ عالم المثال. الأعمال هنا اللي احنا بنعملها دي بنعملها ملهاش مجسمات، مش محسوسة. يعني الكذب هذا الكذب مش محسوس، ما تمسكوش يا دول ايوه دي كذب، لا،
لكن في الاخر هيبقى ايه؟ محسوس. الصلاة تبقى محسوسة. ولذلك حضرة النبي اللهم صل عليه يقول لك الانسان اللي ما بيصليش كويس الصلاة تلف في خرقة سوداء وتضرب في وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. هو مش واخد بال. يعني مثلا في الاثر القدسي الجميل جدا الله يقول من احدث ولم يتوضأ فقد جفاني. احدث يعني انتقد وضوءه، ولم يتوضأ فقد جفاني يعني ابتعد عني. ومن توضأ ولم يصلي فقد جفاني، اللي هي سنة الوضوء اللي احنا اتكلمنا عنها في اللقاء الماضي. ومن توضأ ولم يصلي فقد جفاني. ومن صلى ولم يدعوني فقد جفاني. ومن دعاني ولم أجبه فقد جفوته وأنا أجيبه ولست برب جافي. فأي عمل بتعمله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فله مجسمات. فالغيبة دي لها صورة جسمانية عجيبة. هذه الصورة الجسمانية بقى لما تشوفها وتشوف صورة الزنا تجد الصورة الجسمانية للغيبة أقبح وأوقح من 36 صورة مجسمة للزنا. تقول لي ازاي يا مولانا ودي غيبة؟ ما اقول لك ما انت مش واخد بالك. والله حديث كل ما اقرأه يستوقفني هذا الحديث، واحنا يمكن كلنا حافظينه. يرويه لنا سيدنا معاذ بن جبل يقول كنا في سفر مع رسول الله اللهم صل عليه، وهذا الحديث في الترمذي قال عنه حسن صحيح. الترمذي قال عن هذا الحديث حسن صحيح، ولم أعلم أن واحدا ضعفه من المحدثين. كنا في سفر مع رسول الله اللهم صل عليه، فأصبحت في يوم قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال رسول الله اللهم صل عليه ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا رسول الله الآيتين من سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قرة العين التي فيها قرة أعين، ده عكس العين الزيغة بقى، قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال رسول الله اللهم صل عليه يا معاذ أفلا أخبرك برأس الأمر، برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال قلت بلى يا نبي الله. قال رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر الإسلام يعني يعني جماع الخير في الإسلام، يعني مستحيل تلاقي خير برا الإسلام، مستحيل، ما فيش خير برا الإسلام. رأس الأمر يعني جماع الخير كله في الإيه؟ في الإسلام. حتى سيد أبو الحسن الشاذلي يقول لو كشف عن نور المؤمن العاصي لأضاء ما بين السماء والأرض، فما بالكم بالمؤمن المطيع. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال رسول الله اللهم صل عليه أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا نبي الله. فأخذ رسول الله بلسانه وقال أمسك عليك هذا. فقال قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم في بعض الروايات إلا حصائد ألسنتهم؟ ده معنى كده. شوف حضرة النبي بدأها منين؟ بدأها من أركان الإسلام الخمسة اللي هي الفرائض. بعد كده نزل حضرة النبي على إيه؟ على السنة. وبعد كده نزل حضرة النبي على إيه؟ على الخريطة كلها، واخد بالك، عشان تتكون عندك المنظومة اللي المشيخ بيقول لك إيه عنها؟ من فرط في الآداب فرط في السنن، ومن فرط في السنن فرط في الفرائض، ومن فرط في الفرائض يتخاف منه ويتخاف عليه وأوشك أن يأخذه الله بعقاب من عندي، واخد بال حضرتك؟ يبقى دي الخريطة. إيه؟ طب اللي بيتساهل في الآداب والله يتساهل في السنن، ده دي عادة على فكرة. طب جرب في مرة كده
الورد ما تقولوش، تقوم السنن المؤكدة، يعني السنن غير مؤكدة ما تقولهاش، تفرط في السنن المؤكدة، فرطت في السنن المؤكدة تفرط في الايه؟ في الفرائض للأسف الشديد. وهكذا. طب بوابة الخير كله وبوابة الالتزام بالدين وبوابة النجاح والنجاح والفلاح والصلاح، أمسك عليك لسانك، هي دي بقى. فألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ تخيل، بملاك ذلك كله، ده معنى كده إن الذي لا يمسك لسانه عن الحرام لا يوفقه الله لأداء حتى الأركان الخمسة للإسلام، للأسف الشديد. وإحنا بنشوف كده والله، الذي لا يمسك. ولذلك إحنا دايما بنقول إيه، واحد يسألني يقول لي هو ترك الورد ده ذنب؟ لا والله ما هو ذنب، دي عقوبة. واخدين بالكم؟ ترك الورد انك ولذلك قال لك ايه، احرص على الورد ولا تجعله يفوتك، فان الفوت اشد من الموت، لان الموت غياب عن الخلق والفوت غياب عن الحق سبحانه وتعالى. ولذلك اللي بيحرم من المصلية والسبحة ده مش ذنب، دي عقوبة، دي عقوبة. حاول تفادي نفسك. هتفادي نفسك بايه؟ شوف بقى، فتش في جيبك الفلوس الحرام بتعمل كده، فتش في موضوع حقوق الأقارب. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان يوما تهابه الأقران. كان يوم كده الناس تقول عليه الشيخ راح والشيخ جا وعنده المهابة والعلم والعمل والسلوك، لكن في القبر يا ولداه اللسان تحول إلى ثعبان فخنقه وأهلكه. لا يلدغنك إنه ثعبان. ولذلك حضرة النبي اللهم صل عليه يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات. يعني لا يلقي لها بالا، يعني هو معود لسانه يتكلم في الخير دايما، فهو كده كده من غير ما ياخد باله من غير ما يركز بيتكلم في الخير وفي الإصلاح بين الناس، الله يجزيه الخير ويرفعه بهذه الكلمة درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يعني هو معود لسانه دايما على الفحش والقبح والغيبة والنميمة والكلام ده، لا يلقي لقاع جهنم 70 سنة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والسلام والأمان والضمان.